ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دايما معاكم محمود حمدي من قناه محمود بوكس. النهارده يا شباب هنتعلم طريقه جديده للناس اللي بتشرب قهوه كتير، بتشربها عن طريق السبرتايه. بصوا يا شباب، هنتعلم طريقه ازاي تملى السبرتايه. يا شباب تملاها ازاي؟ احنا الاول اصلا ازاي بنملى السبرتايه؟ بنملاها عن طريق كحول يا شباب، سبرتو بالبلدي يعني سبرتو. الطريقه الصحيحه لملء السبرتايه عشان ما تنفجرش منك، انت لو مليتها غلط ممكن تنفجر منك، ولو انت مليتها على الاخر وطلع منها فقاقيع هنا، سبرتو هنا، يبقى انت لازم ضروري تفضي جزء من السبرتو تاني، لان كده مليان على الاخر وممكن تنفجر منك في اي وقت. هنشيل طبعا بتاع دي وهنفكها كده. بصوا بقى يا شباب، فكها كده. تمام، هنرفع دي يا شباب. تمام، هنفتح السبرتو. وهنملى فيها. بصوا يا شباب، حاسس هتنفجر. لا ايه يا جدع؟ يلا ده لا مش هتنفجر دلوقتي يعني. طبعا لو هتنفجر من هنا كله يهرب من هنا، اللي ينط من البلكونه من هنا، وده اللي ينط من هنا، اللي عايز يشرب قهوه ما يشربش دلوقتي. هنقفلها بقى تاني يا شباب. نقفلها كويس جدا باحكام. القطعة ده هنحطه هنا. المهم دي يا شباب، دي زي ما انا قلت لحضراتكم كده، ما ينفعش تخليها تطلع فقاقيع يا شباب، ما ينفعش تخليها تطلع هنا. لو طلعت هنا سبرتو يبقى انت كده غلط، تفضيها شوية. هنقفل السبرتو هنا. في نهاية الفيديو احب اقول حاجة صغيرة بس كده. يا ريت اللي بيتعامل مع النار بالذات، مع اي حاجة فيها النار او اي حاجة قابلة للاشتعال، يتعامل يتعامل بحذر شديد. ما تستهونش بالحاجة اللي انت هتتعامل عليها. في ناس بتستهون بالحاجة ممكن تفجر في وشك لا قدر الله، تبهدل الدنيا في المكان كله يعني. الحاجة اللي فيها سبيرتو، فيها نار، فيها اي كحولات، اي حاجة قابلة للاشتعال، يعني التعامل بحذر شوية. في نهاية الفيديو محدش ينسى يا شباب يشترك في القناة. والمشاهد كله جديد، كان معكم محمود حمدي من قناة محمود بوكس.